السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي طلبة وطالبات الفرقة الرابعة تخصص التسويق. هنتناول مع بعض النهاردة تكملة مادة بحوث التسويق. معاكم مدرس مساعد هبة طلاب محمود غربية. ناخد مع بعض النهاردة الفصل الرابع اللي بيتناول إعداد تصميم وخطة العينات. بعد ما نخلص الفصل ده هنكون تناولنا مع بعض العناصر التالية: رقم واحد، تحديد وحدة المعاينة ومجتمع البحث. اتنين، إعداد إطار أو دليل المعاينة. تلاتة، المقارنة بين العينات والحصر الشامل. أربعة، تحديد حجم العينة المناسب. خمسة، تحديد أسلوب المعاينة المناسب. هنتناول مع بعض الخمس عناصر دول وهنعرف معنى كل واحد فيهم بشكل مفصل. ناخد مع بعض أولا تحديد وحدة المعاينة ومجتمع البحث. يعني إيه وحدة المعاينة؟ هي الشخص الطبيعي أو المعنوي، معنوي ده المقصود بيه الشركات، يعني اللي بيتعرض أو بيشترك بشكل مباشر في الظاهرة التسويقية محل البحث، وده بيخليه المصدر الفريد للمعرفة الأصيلة المتعلقة بالظاهرة التسويقية اللي احنا بنبحث عنها. يعني احنا دلوقتي وحدة المعاينة هو الشخص الطبيعي أو المعنوي اللي بيشترك بشكل مباشر، اللي بيتعرض بشكل مباشر للظاهرة التسويقية بتاعتنا. طب ايه هو مجتمع البحث؟ هي بقى كافة الوحدات المعينة اللي احنا او اللي بتتعرض بشكل مباشر للظاهرة التسويقية، يبقى هو المجموع الجبري لوحدات المعينة. طيب اذا حدث خطأ في تحديد وحدة المعينة، لو انا حددت وحدة المعينة بشكل خاطئ في الظاهرة التسويقية بتاعتي اللي انا بحاول ان انا ابحث عنها، ايه اللي هيحصل؟ ده هيكون من أكبر الأخطاء اللي أنا ممكن أتعرض ليها، لأن هي بتؤدي لهدم البحث بتاعي، لأن أنا ببحث عن وحدة معينة وأنا غيرتها وتوصلت لوحدة أخرى أو لأفراد آخرين، فبالتالي طبعا البحث التسويقي بتاعي هيبقى قائم على معلومات خاطئة، فبالتالي ده هيؤدي لهدم البحث التسويقي بتاعي. طيب ليه الكلام ده؟ عشان المعلومات اللي أنا بحصل عليها من المفردات اللي مش خاصين بالظاهرة بتاعتي هتكون معلومات فيها درجة من التحيز وعدم الدقة. ليه؟ لأن هما مش هيبقى عندهم المعرفة الأصيلة اللي احنا عاوزينها، اللي موجودة عند الوحدات المعينة اللي المفروض نوصلها، لأن مهما كان المعلومات اللي موجودة لدى هذه الوحدات اللي احنا مش عاوزينها مش هتكون زي المعلومات والمعرفة الأصيلة اللي موجودة والمتوافرة مع وحدة المعاينة الأصلية اللي المفروض نتوصل إليها. طيب بنتوصل لهذه الوحدات إزاي أو بنعرفهم إزاي؟ عن طريق زي ما قلنا قبل كده البحث الاستكشافي اللي احنا بنقوم بيه، سواء كان الدراسات السابقة اللي احنا اعتمدنا عليها في قيام بالبحث بتاعنا، او عن طريق ان احنا نعمل مقابلات شخصية مع اطراف المشكلة او الفرصة المعنية، الفرصة التسويقية يعني. تمام، جميل، ندي مثال على ده. اذا اردنا قياس الجودة المدركة للعملية التعليمية في السنة الرابعة شعبة ادارة الاعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة، عايز اقيس الجودة المدركة لعملية التعليم للناس اللي في الفرقة الرابعة في شعبة ادارة الاعمال بكلية التجارة. طيب انا في الوقت ده يا اما هيجي في دماغي ايه؟ ان مين الوحدات المعينة بتوعي؟ اما الطلاب اللي موجودين فعلا في الفرقة الرابعة في السنة الرابعة بتاعتي، او الخريجين اللي اتخرجوا من السنة الرابعة،
خرجوا من كلية التجارة، أو أعضاء هيئة التدريس، أو أولياء الأمور، صح؟ طيب مين في اللي أنا قلتهم دول هم الوحدة المعينة اللي احنا عايزين نستقصيها علشان نعرف ايه المدركة للعملية التعليمية؟ ده هيحصل من أو المعلومات دي هنوصل لها بين الطلاب المقيدون حاليا، مش من الخريجين ومش من أعضاء هيئة التدريس ومش من أولياء الأمور. طب لما أجي أسأل أعضاء هيئة التدريس أو أولياء الأمور عن المعلومات عن الجودة المدركة للعملية التعليمية، أنا ممكن أوصل لمعلومات، ولكن المعلومات دي هتبقى فيها تحيز وعدم دقة، لأن دول مش وحدات المعينة اللي عندهم المعرفة الأصيلة اللي أنا محتاجها في الظاهرة التسويقية بتاعتي، تمام؟ فبالتالي في المثال اللي احنا قلنا عليه، وحدة المعينة هي الطلاب الحاليين في السنة الرابعة شعبة إدارة أعمال كلية التجارة جامعة القاهرة، واللي التحقوا بالشعبة ولم يتخرجوا بعد، وبالتالي يعتبر مجتمع البحث في الحالة دي هو ايه؟ مجموعة الطلاب الحاليين في السنة الرابعة شعبة إدارة أعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة، تمام؟ جميل. يبقى احنا كده عرفنا ايه هي وحدة المعينة. هي الشخص الطبيعي اللي بيتعرض بشكل مباشر لظاهرة تسويقية بتاعتي، ومجتمع البحث هو المجموع الجبري لوحدات المعينة اللي متعرضين ايه للظاهرة بتاعتي. طيب خلاص احنا عرفنا الفرق بينهم، عايزين نعرف بقى تاني نقطة في الفصل عندنا النهاردة بتتمثل في تحديد إطار أو دليل المعينة. يعني إيه إطار؟ يعني إيه دليل معينة؟ ده اللي هنعرفه في النقطة دي. يبقى تاني خطوة عندنا في تصميم خطة العينات بتاعتنا أو خطة المعينة بتاعتنا، إن إحنا نحدد ونعد خطة المعينة، وهي إيه؟ تحديد كيفية الوصول لوحدات المعينة بغرض جمع البيانات منهم. يبقى احنا بعد ما عرفنا ايه هي وحدات المعينة، عايزين بقى ايه؟ نعد خطة علشان نوصل لهذه الوحدات. طب هنوصل لها ازاي؟ وهنجمع منهم البيانات ازاي؟ اسلوب جمع البيانات من وحدات المعينة بيتوقف على مجتمع البحث، هو نوعه ايه؟ عشان احنا عندنا انواع لمجتمع البحث، هما نوعين، وكل كل نوع من مجتمعات الابحاث اللي احنا هناخدها دلوقتي ليه اسلوب جمع البيانات المناسب ليه. طيب ايه هما انواع المجتمعات؟ عندنا مجتمعات بحثية محددة، يعني اقدر اوصل لبيانات فيها، ومجتمعات بحثية غير محددة، يعني فيها بيانات بس انا مقدرش اوصل ليها، او ما فيهاش بيانات اصلا اقدر ان انا اوصل ليها. ومجتمعات البحثية المحددة ساعتها بستخدم لها اطار معينة وهنعرف معناه دلوقتي، ومجتمعات بحثية غير محددة بنستخدم لها دليل معينة وبرضو هنعرف معناه دلوقتي. طيب هي المجتمعات البحثية المحددة هي المجتمعات التي يمكن التوصل لمعلومات كاملة ومحدثة باستمرار عن وحدات المعينة المكونة لهذه المجتمعات. زي ايه؟ زي عملاء شركة الاتصالات. شركة الاتصالات عندها لستة بالعملاء اللي عندها بأساميهم وأرقام تليفوناتهم. طلاب الجامعات لو رحنا إدارة الشؤون في الجامعة هنعرف نجيب لستة بقائمة بالطلاب بتوع الفرقة الرابعة مثلا أو الفرقة الأولى، وكل البيانات بتاعتهم وكل الأرقام التليفونات بتاعتهم وعناوينهم وهكذا. الأطباء والمحامين أو أعضاء النقابات المهنية الأخرى هنروح للنقابة بتاعتهم، نقابة الأطباء مثلا أو نقابة المحامين، وهنلاقي لستة بكل الأطباء اللي اتخرجوا من كلية الطب بالعناوين بتاعتهم بأرقام التليفونات بتاعتهم. الشركات العاملة في مجال معين أو مديري موظفة هذه الشركات برضو نقدر نوصل عن طريق ان احنا نروح للشركة ونطلب منها قاعدة البيانات بتاعة الايه العاملين اللي بيعملوا فيها. فبالتالي دي امثلة لمجتمعات محددة فيها معلومات كاملة ومحدثة باستمرار عن وحدات معينة لو انا احتجتها.
طيب في الحالة دي قلنا بنستخدم ما يسمى بإيه؟ بإطار معينة، وقلنا هنعرف معناه. هو إيه معناه بقى؟ قائمة كاملة بأسماء ووسائل الاتصال بكافة أعضاء مجتمع البحث بشكل محدث باستمرار. يبقى إطار المعينة ده قائمة الأسماء ووسائل الاتصال بيهم لكل وحدات المعاينة اللي موجودين في مجتمع البحث، وده بيبقى ده بشكل محدث باستمرار، دايما بيبقى فيه تحديث للبيانات دي. ده اسمه ايه؟ اسمه اطار معاينة. لو متوافر عندي اقدر ان انا اقول على المجتمع ده انه مجتمع بحثي محدد. وبالتالي بيعد هذا الاسلوب هو الافضل من حيث ان هو بيتميز بالدقة، لانه بيسمح بسحب انواع من العينات يمكن استخدامها في اغراض بحثية تسويقية متعددة. يبقى المجتمع ده هو الأفضل الاعتماد عليه لأنه بيتميز بدقة عالية وبيسمح لي أن أنا أسحب أنواع من المعينات. الأساليب المجتمع غير المحدد ما بيسمحليش بأن أنا أسحب الأنواع دي. طيب إيه هي المجتمعات البحثية غير المحددة؟ هي المجتمعات البحثية التي لا يمكن حصر جميع الوحدات المنتمية إليها لأسباب عملية، إما لعدم توافق إطار معينة. مش إحنا قلنا لو في إطار معينة يبقى البحث محدد، المجتمع البحث محدد. يبقى لو ما فيش إطار معين يبقى إيه اللي هيحصل؟ مجتمع البحث هيبقى غير محدد. يبقى لما يبقى ما عنديش إطار معينة يبقى ساعتها هسمي المجتمع ده غير محدد، لأنه لا يمكن حصر جميع الوحدات المنتمية ليه، أو ما عنديش معلومات كافية عن وحدات المعينة اللي موجودة فيه. طب زي إيه؟ زي عملاء ماركات الأجهزة المنزلية أو السلع الاستهلاكية سريعة التداول. وقد توجد بعض المجتمعات فيها إطار معينة ولكن لجزء محدد منها بس، زي عملاء خدمة توصيل الطلبات للمنازل. هو عنده لسة عملاء معروفة بالنسبة له ويقدر إن هو يوصل لها، وفي نفس الوقت في ناس ممكن كل يوم تتصل بيه في أوقات هو لسه أول مرة يعرفهم، فبالتالي ما عندناش معلومات عنه. في حالة محلات السوبر ماركت والوجبات السريعة. وكذلك قد توجد حالات لمجتمعات معينة يتوافر بشأنها إطار معينة كامل، مش لجزء محدد بس كمان، وحديث، ولكن لأسباب تتعلق بسرية البيانات ما نقدرش نوصل لهذه البيانات والمعلومات، زي عملاء البنوك، شركات التأمين، شركات الوساطة المالية، عملاء الفنادق، وكافة المؤسسات الخدمات المهنية مثل الاستشارات الإدارية ومكاتب المحاسبة والمراجعة ومكاتب المحاماة والاستشارات القانونية. يبقى دي أمثلة على المجتمعات اللي بتعتبر غير محددة، مش عشان ملهاش إطار معينة، لأ عشان أنا ما أقدرش أصل لهذا الإطار وأعرف معلومات عنه أو بيانات عنه. في الحالة دي من مجتمعات بحوث التسويق بنستخدم ما يسمى بدليل المعينة. طيب يعني ايه دليل المعينة؟ يعني بندي تعليمات للناس اللي بتجمع البيانات من وحدات المعينة دي عشان نحدد لهم المعايير او الارشادات اللي هيستخدموها عشان يحددوا وحدات المعينة اللي احنا محتاجينها في البحث التسويقي بتاعنا. يبقى انا هدي شويه معلومات كده، شويه تعليمات كده وارشادات للي هيجمع لي البيانات من هذه الوحدات، بناء عليها هيقدر يختار وحدات المعاينه اللي انا محتاجها في البحث التسويقي بتاعي. جميل. يبقى في فرق بين اطار المعاينه ودليل المعاينه. مجتمع البحث المحدد اللي بيتوافر ليا اطار معاينه بقائمة بجميع الأسماء وجميع أرقام التليفونات والعناوين الخاصة بوحدات المعينة اللي أنا اللي بيتعرضوا للظاهرة التسويقية بتاعتي. ثم لما هبقى عندي هذا الإطار هقدر إن أنا أقول إن المجتمع ده مجتمع محدد، فبالتالي هقدر إن أنا أستفيد من الدقة العالية لهذه المجتمعات، واستفيد من إن أنا أقدر أسحب أنواع معينة من العينات اللي هنعرفها برضو كمان شوية. طب دليل المعينة ده بستخدمه لما بيبقى عندي مجتمع غير محدد. مجتمع غير محدد ليه؟ لأن عندي ثلاث حاجات، إما ما عنديش إطار معينة لهذا المجتمع،
إما إن المجتمع ده في إطار معينة بس الجزء معين بس من قاعدة البيانات بتاعته اللي هم العملاء بتوعه، بالتالي برضو ما أقدرش أعتمد عليه كمجتمع بحثي محدد. تالت حاجة، لو أنا عندي مجتمعات فيها إطار معينة كامل ولكن أنا ما أقدرش أوصل له بس لاعتبارات متعلقة بسرية إيه البيانات، فبالتالي في الحالة دي هعتمد على دليل المعاينة اللي هو بدي إرشادات معينة لجميع البيانات عشان يقدروا يوصلوا لوحدات المعينة اللي أنا بحتاجها للدراسة بتاعتي. جميل، طب ندي مثال. لو قلت لجمع البيانات إن هو لو رأيت أو شفت شخص بيدخل السوبر ماركت فده يعتبر عميل للمحل، فلو أنا بدرس ظاهرة مثلا جودة المنتجات أو ظاهرة مدى شهرة المحل اللي أنا ببحث عنه في البحث التسويقي بتاعي أو مدى نجاح المنتجات بتاعتي أو مدى نجاح نسبة الأرباح بتاعت المحل أو السوبر ماركت، هجيب جميع البيانات علشان يستقصوا وحدات المعينة اللي هي تعتبر العملاء بتوع السوبر ماركت. طب هعرف منين ان ده عميل للسوبر ماركت؟ لو دخل السوبر ماركت فده يعد عميل، فهقول كده لجميع البيانات ان ده لو لقيت شخص داخل السوبر ماركت هتبقى عارف ان ده يعتبر عميل للمحل، فتسأله سؤال. ايه هو السؤال؟ تقول له انت صاحب القرار للتعامل مع المحل ده ولا حد اللي قايل لك تعالى لي؟ هو هيقول لك انا صاحب القرار، انا جاي برضاية عشان اتعامل مع المحل ده، ساعتها ده يعتبر عميل لهذا المحل ويعتبر وحدة معينة اقدر ان انا استقصيها علشان اخد منها معلومات بخصوص الظاهرة التسويقية بتاعتي. فلو كان الشخص ده هو العميل اللي انا عاوزه، وحدة المعينة اللي انا عاوزها، فيتم اختياره كوحدة معينة واقوم بايه زي ما قلت لك اجمع منه البيانات اللي انا عاوزها. طب في المثال بتاعنا اللي احنا واخدينه من شوية بتاع الجودة المدركة، لو انا بقيس الجودة المدركة للعملية التعليمية في السنة الرابعة بشعبة ادارة الاعمال بكلية التجارة جامعة القاهرة، ده يعتبر مجتمع محدد ولا مجتمع غير محدد؟ ادارة الشؤون في الجامعة هلاقي عندها لستة باسماء الطلاب ولا مش هلاقي؟ عندي اطار معينة ولا ما عنديش؟ فعلا انا عندي اطار معينة لان انا عندي قائمة كاملة باسماء وسائل الاتصال بالطلاب، فبالتالي ده يعتبر ايه بالظبط كده؟ ده يعتبر مجتمع محدد. بالتالي تاني قرار هاخده في النقطة دي، أول قرار خدته إن مين الوحدات المعينة بتوعي؟ الطلاب في الفرقة الرابعة. طيب تاني قرار هاخده إن يتم إعداد إطار معينة بأسماء ووسائل الاتصال اللي هم عناوين المنزل والبريد الإلكتروني مثلا لطلاب السنة الرابعة شعبة إدارة الأعمال وذلك من شؤون طلاب كلية التجارة جامعة القاهرة. جميل؟ طيب خلاص احنا عرفنا يعني ايه وحدة المعاينة، وعرفنا يعني ايه مجتمع البحث، وعرفنا ايه انواع مجتمعات البحث، وعرفنا ان في نوع اسمه مجتمعات البحث المحددة ونوع تاني مجتمعات البحث غير المحددة. هناخد بقى تالت نقطة، ان انا خلاص عرفت المجتمع بتاعي هسحب منه بقى البيانات ازاي؟ عن طريق اما اختيار اسلوب العينات او الحصر الشامل، ودي النقطة التالتة اللي احنا هنتكلم فيها في الفصل ده. طب يعني ايه حصر شامل ويعني ايه عينات؟ ده اللي هناخده مع بعض دلوقتي. الحصر الشامل هو ايه؟ هو جمع البيانات من جميع وحدات المعاينة بمجتمع البحث بشكل حصري. يعني ايه؟ يعني انا عندي 5000 طالب في الدفعة، يبقى انا لازم اسأل 5000 طالب كلهم عن الظاهرة البحثية بتاعتي علشان أبقى عملت حصر شامل. لو في فرد واحد بس من الطلاب دول ما بقاش معايا، ده مش هيعتبر حصر شامل وهيعتبر أسلوب عين. تمام؟ يبقى الحصر الشامل هو جمع البيانات من جميع إلا واحد مش هينفع، جميع الوحدات كلها، جميع وحدات المعينة بمجتمع البحث بشكل حصري. طب يعني إيه العينات؟ خلاص أنا لو مش هقدر أعتمد على الحصر الشامل لأسباب معينة هناخدها دلوقتي، هعتمد على اسلوب اسمه اسلوب العينات، واللي احنا قلنا ان في انواع
وفي انواع منه بتنفع لمجتمع البحث المحدد وانواع منه بتنفع لمجتمع البحث غير المحدد. ايه هو العينات؟ يعني ايه ان انا اسحب جزء بس من مجتمع البحث بتاعي بشكل يمثل المجتمع. يعني لو المجتمع عندي 5000 هاخد منه نسبة معينة عشان اقدر ان انا اخد منه عينة ممثلة للمجتمع. طيب من حيث ايه هتبقى ممثلة للمجتمع؟ من حيث ايه؟ من حيث الحجم، من حيث الخصائص المؤثرة على الظاهرة التسويقية. لو انا عندي المجتمع بتاعي فيه 50% ذكور و50% اناث، يبقى انا لما اجي اخد العينة بتاعتي هاخدها برضو 50% ذكور و50% اناث. سي مثلا المجتمع قلنا 5000، فالعينة بتاعتي هتبقى 500 مثلا. طبعا تحديد العينة بيبقى باسلوب معين بمعادلة معينة، يعني انتوا مش هتاخدوها دلوقتي، بس هي في معادلة معينة بنعملها عشان نوصل لحجم العينة المناسب من حجم المجتمع اللي موجود عندي. طيب هسحب الجزء ده من المجتمع بشكل يمثل المجتمع زي ما قلت لكم، عن طريق ان انا لو عندي مثلا المعيار الجنس الذكور 50% والإناث 50% في المجتمع، فبالتالي هياخد العينة بنفس النسبة 50% ذكور برضو 50% إناث بأقصى درجة ممكنة من الدقة والموضوعية. يبقى هسحب جزء من مجتمع البحث بشكل يمثل المجتمع من حيث الحجم والخصائص المؤثرة على الظاهرة التسويقية محل البحث بأقصى درجة ممكنة من الدقة والموضوعية. جميل؟ طب امتى بستخدم الحصر الشامل وامتى بستخدم العينات؟ متى يستخدم الحصر الشامل؟ بنستخدمه لما يكون المجتمع بتاعي صغير الحجم ومركز جغرافيا وصناعيا. يعني عندي مجتمع حجمه صغير بشكل معين، يعني مش هقول مثلا 10 يعني، بس يعني ما يبقاش مليون، بيبقى فيه حجم مناسب لمجتمع البحث عشان اقدر ان انا استقصي كل وحدات المعاينة بتوعي. ومركز جغرافيا يعني مش موجود مثلا شوية في مصر وشوية في قطر وشوية في البحرين وشوية في السعودية، هيبقى صعب جدا ان انا اعمل حصر شامل، لازم يبقى مركز جغرافيا في منطقة جغرافية واحدة. او صناعيا مثل المؤسسات المالية أو الشركات السياحية أو مصانع السيارات أو شركات تطوير برامج الحاسب. طيب في الحالة دي لما يكون عندي مجتمع صغير الحجم ومركز جغرافيا وصناعيا، ساعتها أقدر إن أنا أعمل حصر شامل، لأن بيسهل في الحالة دي إن أنا أجمع البيانات بشكل حصري وبوقت وجهد ومال بمستوى معقول يقدر يتحمله الباحث. طب ايه ميزة الاسلوب ده؟ انه بيضمن تحقيق اعلى مستوى من الدقة. زي ما قلت لكم من شوية عذرا، لو الحصر الشامل بينقص منه وحدة معينة واحدة بس، ساعتها ما اقدرش اقول انه حصر شامل. يعني لو انا مجتمع البحث عندي 5000 وانا قدرت اوصل ل 4999 طالب وفضل لي واحد بس طالب ما وصلتلوش، يبقى ما اقدرش اقول ساعتها ان ده حصر شامل. جميل؟ طيب امتى بستخدم العينه؟ لما يكون بقى العكس، احنا قلنا اللي بستخدم الحصر الشامل لما يبقى المجتمع صغير الحجم و مركز جغرافيا وصناعيا. طب لو المجتمع كبير الحجم ومنتشر جغرافيا وصناعيا، يبقى ساعتها هعمل ايه؟ اعتمد على اسلوب العينات مثل قواعد عملاء وموزعي السلع ذات البعد العالمي. البعد العالمي دي يعني نتكلم بقى في بلاد، مش في مصر بس، مصر بقى واوروبا وانجلترا وامريكا و و و، او واسعة الانتشار كما في حالة الاغذية والادوية والملابس الجاهزة والسلع المعمرة مثل السيارات والأجهزة المنزلية والحاسبات الآلية وخاصة الشخصية وخدمات التعليم والانتقالات والاتصالات
والخدمات الصحية والخدمات المالية. ودي أمثلة على المجتمعات الكبيرة الحجم المتسعة الانتشار جغرافيا وصناعيا اللي أنا مقدرش أعمل لها حصر شامل، فبالتالي لازم هعتمد على أسلوب العينات. طيب في الحالة دي لما يكون المجتمع كبير ومنتشر جغرافيا وصناعيا، لو أنا قلت إن أنا هعتمد على حصر شامل، ده مش معتبرش بديل أفضل، يعتبر بديل صعب التحقيق. أنا كده بعرض نفسي لحاجة مستحيلة إن أنا أقدر أوصلها، أو هقدر أوصلها بس عبر ما أخلص بقى الحصر الشامل بتاعي. هكون إيه اللي حصل؟ هتكون البيانات بتاعتي اللي أنا لسه واخدتها في أول ما بدأت أجمع البيانات بقت متقادمة جدا، لأن أنا عبال ما أوصل لحصر شامل لكل المجتمع ده هاخد سنين. فبالتالي إيه اللي هيحصل؟ المجتمع بتاعي هيطلع لي بيانات، وهوصل للبيانات اللي أنا عاوزها بس بعد سنين، فبالتالي البيانات بتاعتي هتبقى قديمة جدا، فمش هقدر أعتمد عليها في البحث بتاعي بشكل دقيق. طب في الحالة دي ده معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن العينات تعتبر هي البديل الأفضل في الحالة دي من الناحية العلمية والعملية كمان. جميل؟ يبقى لما يكون عندي مجتمع كبير ومنتشر جغرافيا وصناعيا، في الحالة دي البديل الأفضل بالنسبة لي الاستخدام أسلوب العينات وليس الحشر الشامل. طيب جميل، يبقى أنا بستخدم أسلوب العينات بسبب مجموعة من الأسباب. إيه هي؟ القيود الخاصة بالزمن والموازنة لإجراء الحصر الشامل كبيرة جدا، هاخد وقت طويل جدا وهحتاج موازنة وتكلفة كبيرة جدا عشان أقوم بحصر شامل، فبالتالي ممكن ما اقدرش اقوم بالبحث التسويقي بسبب ان انا اخترت الحصر الشامل، فبالتالي استخدام اسلوب العينات هيكون افضل في هذه الحالة. رقم 2، استخدام الحصر الشامل في هذه الحالة يتطلب عدد كبير من جميع البيانات، وده طبعا صعب تحقيقه. ليه؟ لان انا ببقى بحث الواحد، يعني باحث لوحدي بقوم بالبحث التسويقي بتاعي، مش هيبقى عندي مجموعة من جميع البيانات هيساعدوني في القيام بالبحث التسويقي والعثور على وحدات المعاينة المتعرضين للظاهرة بتاعتي. معنى الكلام ان اسلوب العينات في هذه الحالة هيكون طبعا افضل. رقم 3، قد يؤدي الوقت المستغرق في جمع البيانات في حالة الحصر الشامل إلى تقادم هذه البيانات في بداية الحصر وحتى نهايته. زي ما قلنا من شوية، عقبال ما جمع بقى كل وحدات المعاينة في المجتمع البحث بتاعي هكون إيه؟ عديت سنين، وبالتالي المعلومات بتاعتي هتكون إدمت جدا، والبحث التسويقي بتاعي هي إيه؟ مش هيكون بالدقة المناسبة. رابع حاجة، ليه بنستخدم أسلوب العينات أو ليه بيعتبر أسلوب العينات بديل أفضل أو بديل ممكن نعتمد عليه؟ لأن بقى فيه اختبارات إحصائية موجودة لو اعتمدت عليها في تحليل البيانات اللي هتطلع من أسلوب العينات أقدر أعتمد عليها بدرجة ثقة ودقة عالية جدا، قد تصل إلى 99% من النتائج. طيب ليه بقى أوصل للحصر الشامل وأتكلف كل التكلفة والزمن الكبير اللي أنا هحتاجه علشان أعمل حصر شامل، طالما أنا ممكن أعمل العينات وأحللها بأساليب إحصائية معينة موجودة فعلا هتديني درجة ثقة ودقة نسبة تصل 90% 99%، فبالتالي أنا مش محتاج إن أنا أعمل الحصر الشامل لو ده موجود. تمام؟ يبقى الاعتماد على أسلوب العينات في ظل الأساليب والاختبار والتصميم الإحصائي اللي بتؤدي لنسبة ثقة ودقة عالية تصل ل99% يجعل الزيادة في الدقة نتيجة استخدام الحصر الشامل لا تبرر الزيادة الكبيرة في التكلفة المرتبطة باستخدام الحصر الشامل. يبقى دي ما بقتش ميزة طالما أنا عندي حاجة هتخلي برضو العينات أسلوب العينات يؤدي لنسبة ثقة ودقة عالية. طيب خلاص، احنا خدنا وحدات المعاينة، مجتمع البحث،
وعرفنا أنواع مجتمعات البحث، إن فيها مجتمعات بحث محددة ومجتمعات بحث غير محددة، وعرفنا إن عشان أعرف أجمع البيانات من هذه المجتمعات بعتمد على أسلوبين، إما الحصر الشامل أو أسلوب العينات. هناخد بعد كده تحديد حجم العينة المناسب لو أنا هو ده البديل اللي أنا هعتمد عليه. طيب أنا عندي مبادئ بتحكمني لازم إن أنا أعتمد عليها والتزم بيها لما أجي أحدد حجم المعينة بتاعتي. إيه هي المبادئ دي؟ رقم واحد، كلما زاد التباين أو التشتت في الظاهرة التسويقية بتاعتي في مجتمع البحث، كلما كان يجب أن يكون حجم العينة أكبر لتحقيق الدقة في التقدير. جميل؟ يعني أنا لو في اختلاف وتشتت للظاهرة بتاعتي في مجتمع البحث لازم يبقى حجم العينة كبير عشان أقدر إن أنا أمثل مجتمع البحث بشكل أحسن وأوصل لنتائج ذات دقة كبيرة. تاني حاجة، كلما زادت درجة الدقة المطلوبة في التعميم كلما يجب أن يكبر حجم العينة. لو أنا عايز دقة عالية، جميل، يبقى كلما زادت درجة الدقة المطلوبة في التعميم كلما يجب أن يكبر حجم العينة. كل ما احتاج لدقة أكبر، دقة أكبر، كل ما احتاج إن العينة بتاعتي تبقى أكبر عشان أوصل لهذه الدقة اللي مطلوبة علشان أقدر إن أنا أعمم البيانات على بقية مجتمع البحث وأنا مطمن. طيب رقم ثلاثة، كلما زاد عدم تجانس مجتمع البحث، يعني عدم تجانس، قلنا المجتمع بتاعي فيه نسبة ذكور ونسبة إناث، ده برضو يبقى ده عدم تجانس. نسبة تخصص، في ناس تسويق، في ناس تمويل، في ناس إنتاج، فبالتالي عندي 3 تخصصات كل تخصص فيهم هعمل له نسبة من المجتمع، يبقى برضو هيبقى ليه نفس النسبة في العينة بتاعتي، ده بيبقى اسمه عدم تجانس. يعني مش مجتمع البحث كله وحدة المعاينة، مش كلهم شبه بعض، كل واحد مختلف عن التاني، ده بيبقى اسمه عدم تجانس. طب لو كلهم شبه بعض يبقى ساعتها اسمه تجانس مجتمع البحث. يبقى كلما زاد عدم التجانس في مجتمع البحث أدى ذلك لوجود عينات فرعية، وبالتالي لازم يبقى حجم العينة بتاعي كبير عشان يغطي هذه العينات الفرعية. طيب رقم 4، حجم العينة يؤثر على استخدام الأسلوب الإحصائي المستخدم في تحليل النتائج النهائية. أسلوب الإحصائي ساعات بيشترط حجم معين للعينة علشان يطلع النتائج بالدقة العالية اللي هي 99% اللي احنا قلنا عليها، فساعتها لازم نوصل حجم العينة للعدد اللي هو بيوصي بيه هذا الأسلوب علشان نقدر ان احنا نوصل لهذه البيانات بالدقة اللي احنا محتاجينها عشان نعمم بياناتنا على مجتمع البحث. آخر نقطة خاصة بالمبادئ اللي بتحكمنا واللي لازم نلتزم بيها في تحديد حجم العينة، الميزانية والوقت المتاح اللي أنا متاحين ليا كباحث وأنا بعمل البحث التسويقي بتاعي، دول بيعتبروا محددات لحجم العينة. يعني مقدرش أكبر حجم العينة بالشكل اللي ياخد وقت أكتر من الوقت المتاح ليا، أو ياخد ميزانية وتكلفة أكبر من الميزانية اللي أنا حاططها للبحث بتاعي. جميل؟ جميل. طيب خلاص عرفنا ايه هي المبادئ اللي بتحكمني علشان احدد حجم العينة. عايز اعرف بقى ايه مراحل تحديد حجم العينة، بعمل ايه علشان احدد حجم العينة بتاعتي. رقم 1، تحديد معادلة حجم العينة المستخدمة. زي ما قلت لكم في معادلة بنعتمد عليها، هي مش عليكم بس، في معادلة بعتمد عليها، بناء عليها بستخدم حجم المجتمع اللي هو مثلا لو 5000 طالب بحطه في معادلة معينة، والمعادلة دي هتطلع لي حجم العينة المناسب لهذا المجتمع. رقم 2، تحديد مدى كفاية حجم العينة للأساليب الإحصائية المخطط استخدامها. خلاص أنا حددت حجم معينة معين وفقا للمعادلة، كمان لازم أراعي إن أنا هستخدم أساليب إحصائية معينة هحلل بيها البيانات بتاعتي. الأساليب دي بتبقى ليها برضو إرشادات، من الإرشادات دي حجم عينة مناسب. فلو أنا مثلا المعادلة طلعت لي إن العينة بتاعتي 400 وحدة معينة،
لكن أسلوب الإحصائي اللي أنا هستخدمه مشترط إن لا تقل حجم العينة اللي هتدخل فيه أو عدد المفردات اللي هيخشولي، عدد الكوتشنيرز اللي أنا هستقصيها للوحدات المعينة اللي هدخلها فيه. الأسلوب الإحصائي ده بيشترط إن هي ما تقلش عن 500 مثلا وحدة، فبالتالي لازم يبقى الحد الأدنى للعينة بتاعتي مش 400 بقى زي المعادلة ما قالت، لأ 500 زي الأسلوب الإحصائي ما قال، لأن الهدف عندي إن أنا أوصل للدقة العالية اللي هتخليني أقدر أعمم البيانات بتاعتي على مجتمع البحث. جميل. رقم 3، في حالة عدم تجانس مجتمع البحث يتم تقسيم العينة لعينات فرعية، زي ما قلنا لو الذكور 50% مثلا والإناث 50%، بالتالي أنا العينة بتاعتي 500 وحدة هقسمهم 250 للذكور و 250 إناث، فلازم تبقى العينة بتاعتي كبيرة بشكل معين علشان لما أقسمها لعينات فرعية، العينات الفرعية دي لما أحطها في الأساليب الإحصائية بتاعتي تقدر تشتغل في الأسلوب الإحصائي وتطلع لي نتائج ذات دقة عالية. يبقى برضو دي حاجة هتحدد لي حجم العينة بتاعي. لو في عدم تجانس في المجتمع البحث يبقى أنا محتاجة أزود حجم العينة بتاعتي بشكل معين علشان لما أعمل عينات فرعية أقدر إن أنا أحللها إحصائيا بشكل مناسب. رابع حاجة، التأكد من توافر الوقت والموازنة اللازمة لسحب وجمع البيانات من حجم العينة المحدد. جميل؟ جميل. طيب النقطة اللي بعد كده، إن إحنا هنبقى عايزين نحدد أسلوب المعاينة المناسب، نوع العينة المناسب. إحنا عندنا أنواع من العينات، عندنا عينات اسمها عينات غير احتمالية، غير عشوائية يعني، وعينات تانية اسمها عينات احتمالية اللي هي العينات العشوائية. هناخد العينات الاحتمالية معناها ايه، وهناخد العينات الغير احتمالية معناها ايه، وهناخد برضو انواع العينات المتدرجة تحت النوعين دول. جميل. طب يعني ايه عينات احتمالية؟ بيعتمد هذا الأسلوب على الاختيار العشوائي أو القواعد نظرية الاحتمالات اللي انتوا خدتوها بقى في ثانوي وخدتوها في أولى، في اختيار وحدات المعينة التي ستشملها العينة، وبالتالي يكون لكل وحدة معينة في مجتمع البحث نفس فرصة الظهور في العينة، ولا يكون للباحث التسويقي أي تدخل في اختيار عينة البحث. فأنا بعتمد على أساليب العشوائية اللي موجودة في الإحصاء عشان أطلع وحدات المعينة بتاعتي، فبالتالي كل وحدة معينة بيبقى ليها نفس فرصة الظهور في العينة بتاعتي، وما بيكونش ليا أي تدخل كباحث في اختيار وحدات المعينة في عينة البحث. لما أعتمد على الأسلوب ده أبقى أنا كده عملت عينة إيه؟ احتمالية. طب العينات غير الاحتمالية اللي بتعتمد على حكم الباحث التسويقي أو جامع البيانات في اختيار وحدات المعاينة اللي بتشملها العينة بتاعتي، وده لاعتبارات موضوعية وشخصية مختلفة. يبقى إيه العينات الغير احتمالية؟ عينات ما بيكونش الكل مفردة من وحدات المعاينة نفس فرصة الظهور في العينة، مش زي العينات الاحتمالية أنا اللي بتحكم فيها وأنا اللي بختار وحدات المعاينة بنفسي بأساليب معينة وبإيه؟ وبمعايير معينة، ما أنا حكمت عليها وتحكمت فيها، يبقى ساعتها اسمها عينات غير احتمالية. ما بعتمدش على إيه؟ ما بعتمدش على الأساليب العشوائية. جميل. طيب هناخد بقى أنواع العينات غير الاحتمالية، وبعد كده هناخد أنواع العينات الاحتمالية. العينات غير الاحتمالية بيندرج تحتيها أربع أنواع. أول نوع العينة الميسرة، تاني نوع العينة الحكمية أو التحكمية، ثالث نوع عينة الحصص، رابع نوع عينة كرة الجليد. هناخد معنا كل واحدة فيهم. طيب رقم واحد، العينة الميسرة. يعني إيه العينة الميسرة؟ من اسمها بتيسر على الباحث، هي بتحقق قواعد تيسير للباحث
لان هي بتبقى منخفضة التكلفة وبديل مناسب لما بتكون وحدات المعاينة متجانسة. يبقى انا عندي شرط ان لازم تكون وحدات المعاينة متجانسة، مجتمع البحث بتاعي متجانس من حيث الظاهرة التسويقية بتاعتي عشان اقدر ان انا استخدم العينة الميسرة. والعينة الميسرة بتستخدم ازاي؟ ها، عن طريق ان انا اللي هيجي في طريقي من الطلبة، اي واحد من الطلبة هيجي في طريقي بشكل ميسر جدا هختاره، ما عنديش اي قواعد هتحكمني. اي طالب هشوفه في وشي هديله قائمة الاستفسار بتاعتي او اسأله الاسئلة بتاعتي واخد منه بيانات. فبالتالي هي بتراعي تيسير الباحث وبتبقى منخفضة التكلفة، ولكن من شروطها ان وحدات المعاينة لازم تكون متجانسة تماما. طيب الكلام ده مش سهل، مش كل وحدات المعاينة بتبقى متجانسة. طبيعي ان احنا كأشخاص وبني آدمين مختلفين وخصائصنا مختلفة، فبالتالي دايما بينظر للنوع ده من العينات على انه اجراءات معينة. يعني ايه؟ بستخدمه عشان ييسر لي بقية العينات التانية. يعني لما استخدم انواع العينات التانية بستخدم النوع ده معاه. هفهمكم ازاي لما ناخد انواع العينات التانية. يبقى لما نيجي في المثال بتاعنا اللي هو بتاع قياس الجودة المدركة التعليمية لطلاب السنة الرابعة في كلية التجارة جامعة القاهرة، ساعتها هقوم قايل لجمع البيانات ايه؟ قم باختيار عينة من اي 800 طالب حالي في السنة الرابعة شعبة ادارة الاعمال جامعة القاهرة بشكل ميسر لك براحتك، اللي هتلاقيه قدامك خد منه. جميل؟ طيب النوع الثاني من العينات العينة الحكمية، وهنعرف ازاي هنستخدم العينة الميسرة لما نيجي نستخدم العينة الحكمية. طيب ايه هي العينة الحكمية او التحكمية؟ في هذا الاسلوب من العينات بيتم اولا اختيار وحدات معينة معينة ضمن العينة، بستخدم اسباب معينة ومعايير معينة علشان اخد وحدات معينة مخصوصة انا عاوزها. ده بيبقى الاسباب ايه؟ لاسباب تتعلق باهداف البحث، ولازم تكون الاسباب دي اسباب موضوعية. ثم بعد كده بسحب باقي العينة بشكل ميسر. شفت بقى؟ يبقى انا خدت ايه؟ خدت جزء بس من العينة خليته حكمي. يعني ايه حكمي؟ يعني حطيت معايير معينة بناء عليها جمع البيانات هيختار وحدات معينة بشكل مخصوص، ثم بقيت العينة هعملها بشكل ميسر اللي هلاقي قدامي. مثلا احنا قلنا ان العينة بتاعتي 500 طالب، ممكن بسبب اهداف البحث بتاعتي انا في 100 طالب عاوز اخدهم مثلا متفوقين، فبالتالي هقول لجمع البيانات ايه؟ اختار لي 100 طالب من العينة بتاعتي متفوقين، ركز ان هم يكونوا متفوقين يعني جايبين درجات عالية السنين اللي فاتت. تمام؟ فبالتالي انا كده حكمت على العينة وخليتها عينة حكمية، خليتها انا متحكم فيها. ثم بعد كده الربعمية التانيين اللي هم بقية الخمسمية العينة بتاعتي، اي حد يقابلك من الطلب خده اسأله واستقصيه عشان تعرف الظاهرة التسوية بتاعتي. يبقى احنا كده خدنا 100 بس طلاب بشكل تحكمي و400 التانيين خدناهم بشكل ميسر. يبقى احنا كده استخدمنا ايه؟ زي ما قلنا من شوية استخدمنا العينة الميسرة بشكل ايه؟ بشكل ميسر للباحث، واستخدمناها كشكل اجراء او شكل مساعد لبقية انواع العينات التانية، اهو استخدمته اهو كمساعد للعينة التحكمية. نص العينة او whatever، يعني خدت 100 بس طالب عينة تحكمية والباقي خدتهم بشكل ميسر عن طريق العينة الميسرة. طيب الاسلوب ده بستخدمه امتى؟ لما بيبقى فيه مجموعة او اكثر من مفردات المجتمع بتحتل اهمية خاصة بالنسبة للبحث التسويقي. انا عندي مهتم جدا ان انا يبقى فيه جزء من العينة بتاعي طلبة متفوقين، فبالتالي دي حاجة مهمة عندي هتفيد البحث بتاعي واهدافه. فبالتالي انا ايه؟ قلت لجمع البيانات ان هو ايه؟ ياخد دول بشكل ايه؟ تحكمي. بسبب طبيعتها او توافر بيانات معينه ليها او اهميتها المستقبليه بالنسبه لاداره التسويق او اداره الشركه او بالنسبه ليا انا كباحث. جميل.
جميل. النوع الثالث من العينات، قبل ما ناخد النوع الثالث هناخد مثال بتاعنا. إذا كان لدى إدارة الكلية أو قسم اهتمام خاص بالطلاب الوافدين والطلاب المتفوقين زي ما قلت لكم من شوية، يمكن توجيه جامع البيانات لسحب عينة حكمية بالشكل التالي. هقول له إيه؟ قم باختيار كل الطلاب الوافدين والطلاب المصريين الحاصلين على تقدير جيد جدا أو أعلى في السنين السابقة ضمن العينة، مثلا 300 طالب، هيتفضل كام من 500؟ مثلا 200. ال 200 دول قم باختيار ال 200 طالب الباقيين أو ال 500 طالب الباقيين من حجم العينة بطريقة ميسرة للباحث. اللي هيجي بقى في وشك بعد كده من الطلاب استقصيه، انما خد لي اول 300 دول يكونوا وافدين او مصريين حاصلين على تقدير جيد جدا او اعلى في السنين السابقه. جميل. طيب ناخد بقى النوع الثالث من العينات، عينه الحصص. يعني ايه عينه الحصص؟ اولا لازم نعرف ان دي من اكتر انواع العينات غير الاحتماليه استخدام. مش بس كده، هي كمان اكتر انواع العينات على الاطلاق بنستخدمها بشكل عام. معظم الابحاث هتلاقيها بتستخدم عينه الحصص. ليه؟ لان بتتوافر فيها الصفات اللي موجوده في المجتمع، وذلك لانطباق شروط استخدامها على العديد من مواقف بحوث التسويق واهدافها. طيب بتتم على مرحلتين، هما بعملها ازاي؟ اول حاجه بحدد المعايير المؤثره على الظاهره التسويقيه، زي ما قلت لك معيار الجنس مثلا ذكور واناث، معيار النوع، معيار السن، هاخد مثلا فئة من 20 ل 30، وفئة من 35 ل 45، وفئة من 55 ل 65 في السن. بعد كده أنا قسمت العينة بتاعتي أو المجتمع بتاعي لفئات، وفقا للذكور والإناث، ووفقا للفئات العمرية اللي أنا قلت عليها من شوية. دي تعتبر إيه؟ معايير مؤثرة على الظاهرة التسويقية. وبالتالي لما يبقى عندي هذه المعايير في المجتمع البحث بتاعي، لازم هيكل العينة بتاعتي تبقى شبه هيكل المجتمع. يعني ايه؟ يعني هيكل المجتمع بتاعي زي ما قلت لك من شوية مقسوم بنسبة معينة ذكور ونسبة معينة إناث، ومقسوم بنسب معينة وفقا للفئات العمرية اللي انا قلتها. فلازم هيكل المجتمع يبقى بشكل هيكل المجتمع لازم يبقى بشكل، فبالتالي هيكل العينة بتاعي لازم يبقى بنفس النسبة بتاعت المجتمع بتاعي عشان تبقى العينة ممثلة لهذا المجتمع بقدر كافي. رقم اتنين، لما اسحب العينة لازم اسحبها بالشكل اللي بيعكس الوزن النسبي للمعايير دي في مجتمع البحث بشكل ميسر. تاني، فأنا عندي معايير مؤثرة بتأثر على الظاهرة التسويقية بتاعتي، وعندي نسب معينة لهذه المعايير في المجتمع بتاعي. يبقى أول حاجة لازم لما أجي أخد العينة تبقى شبه المجتمع في التغير بتاعها، تبقى متغيرة برضو فيها إناث وذكور، ويبقى فيها برضو من الفئات العمرية التلاتة، لازم أراعي ده. دي أول حاجة عشان يبقى هيكل العينة شبه هيكل المجتمع بتاعي. رقم اتنين، لما اجي اسحب بقى العينه لازم اسحبها بنفس النسبه اللي موجوده في المجتمع. لما يبقى المجتمع مقسوم بنسبه معينه بالنسبه للذكور والاناث، مثلا المجتمع زي ما قلت لك 60% ذكور 40% اناث، يبقى لما اسحب العينه بتاعتي برضو اسحبها 60% ذكور و40% اناث. جميل جميل. طيب ناخد مثال بالتطبيق على المثال السابق. إذا كان مجتمع البحث وهو طلبة قسمة إدارة الأعمال السنة الرابعة، هيكل توزيعهم كالتالي. وده عرفته منين؟ من الدراسة الاستكشافية بتاعتي. مش احنا عملنا دراسة استكشافية لما خدنا أنواع تصميم البحوث؟ عملنا دراسة أو بحث استكشافي بناء عليه اعتمدت على الدراسات السابقة بتاعتي، أو عملت مقابلات شخصية في المثال اللي عندي هنا مع الطلبة، عملت مقابلات شخصية معاهم وسألتهم أسئلة عشان أعرف الظاهرة بتتوافر فيهم ولا لأ. فلما وصلت للبيانات دي عرفت ان بالنسبة للنوع في 60% ذكور و 40% اناث في مجتمع البحث. كمان عرفت ان الطلبة دول
كانوا 70% منهم أدبي لما كانوا في ثانوية عامة، وكان 30% منهم كان علمي. يبقى بناء عليه هيكل العينة بتاعتي لما أجي أسحبها لازم تكون فيها ذكور وإناث، وفيها ناس متخصصة أدبي، فيها ناس كانت متخصصة علمي، وبرضو نعملهم بالنسبة بتاعتهم في المجتمع. طب النسبة دي هنحددها إزاي؟ هنحددها زي بالتالي، كالتالي زي ما هنقول دلوقتي. احنا قلنا حجم العينة اللي احنا عايزينه كام من شوية؟ 800 فرد. وفقا عليه احنا قلنا ان الذكور كانوا 60%، يبقى هنقول العينة الفرعية من الذكور هتساوي كام؟ 800 الفرد اللي احنا عاوزينهم بتوع العينة، هنضربها في 60% النسبة بتاعة الذكور في مجتمع البحث، هتساوي 480 طالب. يبقى لازم يبقى عندي في العينة بتاعتي 480 طالب ذكور. طيب الإناث هنحددهم إزاي؟ عندي العينة بتاعتي أو حجم العينة بتاعتي 800 طالب، ونسبة الإناث في مجتمع البحث 40%، يبقى هنضرب 800 طالب اللي هم حجم العينة في 40% اللي هي نسبة الإناث في مجتمع البحث، هيساوي 320 طالبة. لازم العينة بتاعتي يبقى فيها 320 طالبة إناث. طب ومعيار التخصص؟ قلنا ان في تخصص ادبي وتخصص علمي. حجم العينه بتاعي بالنسبه لمعيار التخصص الادبي، حجم العينه 800، هضربه في 70% اللي هي ايه؟ اللي هي نسبه ها تخصص ادبي في مجتمع البحث، هيساوي كام؟ 560 طالب. لازم حجم العينه بتاعي يبقى فيه 560 طالب كان تخصصهم ادبي في ثانويه عامه. العينة الفرعية من التخصص العلمي هنقول 800 اللي هو حجم العينة في 30% اللي هي نسبة الطلبة اللي تخصصهم علمي في مجتمع البحث، بتساوي 240 طالب علمي. يبقى لازم عينة البحث بتاعتي يبقى فيها 240 طالب كان تخصصهم علمي في ثانوية عامة. طيب امتى بستخدم النوع ده من المعينات؟ لما يكون مجتمع البحث بتاعي ايه؟ غير متجانس. طب لو مجتمع البحث متجانس يبقى ما ينفعش اعتمد على عينة الحصص خالص. جميل. طيب ندخل على النوع القادم من العينات، عينة كرة الجليد. يعني ايه؟ هي العينة اللي بتستخدم من خلال اختيار مجموعة مفردات المعينة اللي بيعرفها جامع البيانات، ثم يطلب من كل مفردة أن ترشح له عدد آخر من المفردات، وهكذا حتى يتم الوصول لحجم العينة المطلوبة، فتكون ككرة الجليد التي تبدأ صغيرة ثم تكبر. يعني إيه؟ أنا دلوقتي كجمع بيانات أعرف 5 أشخاص في دايرة معرفتي، الناس اللي أنا أعرفها، 5 أشخاص دول هعتبرهم مفردات من مفردات البحث، ثم خلاص أنا الخمسة دول هعتبرهم من مفردات البحث بتوعي. الخمسة دول هروح أسألهم ترشحوا لي مين تاني يبقى من وحدات المعينة بتوعي، فكل واحد من الخمسة هيرشح لي 5، ثم الخمسة اللي رشحوهم لي هيرشحوا لي 5، ثم الخمسة اللي هيرشحوهم لي هيرشحوا لي 5، فهكذا الدايرة عمالة تكبر لحد لما اوصل لل 800 فرد عينه اللي انا عاوزاه. جميل. فكده اكنها كره جليد وعماله تكبر، ما بتجري بقى في كره جليد واقعه في الجليد في الارض وعماله تجري، فكل ما بتجري كل ما بتاخد جليد اكتر، كل ما بتكبر تكبر العينه بتاعتنا زيها بالظبط، عشان كده سميناها عينه كره الجليد. يبقى انا عندي ايه؟ دايره معارفي 5، هخليهم يرشحوا لي 5، ثم الخمسه اللي هم رشحوهم لي هيرشحوا لي 5، وهكذا حد ما اوصل لايه؟ عدد العينه بتاعتي. طيب انا بستخدمها امتى؟ الاسلوب ده بستخدمه امتى؟ لما ما يبقاش عندي اسلوب تاني او وسيله تانية تخليني اقدر اعتمد على اساليب العينات الاخرى، يعني ما عنديش معيار اقدر اعتمد عليه عشان احدد العينه بتاعتي، مفيش معايير او ما عنديش اطار معينه يحدد لي نسبه
الذكور والإناث في المجتمع أو نسبة التخصص في المجتمع، ما عنديش إطار معين يحدد لي. بالتالي باخد العينة عن طريق إيه؟ وأنا معرفش أوصل أصلا للطلبة، ما عنديش طريقة للتواصل معاهم. فبالتالي إيه؟ ما عنديش طريقة خالص غير إن أنا إيه؟ أنا خلاص هعرف، أنا في دايرة معرفتي عندي 5 طلاب أنا عارفهم، لما أعرفهم كل واحد فيهم هيعرفني برضو على ناس تانية، الناس التانية هتعرفني على ناس تانية وهكذا، عشان ما عنديش أي أسلوب تاني أقدر أعتمد عليه غير كده. مثلا أنا عايزة أجمع البيانات من عملاء البنوك، فأنا ما عنديش إطار معينة لأسماء وبيانات عملاء البنوك. موجودين وموجود إطار المعاينة ده عند البنك، بس لاعتبارات سرية البيانات محدش هيرضى يدي البيانات دي. ما عنديش وسيلة إن أنا أعتمد على أسلوب عينات تاني غير إن أنا لو أنا أعرف 5 أشخاص من عملاء البنك دول، ممكن إن أنا أسألهم ثم أقول لهم لو سمحتوا رشحوا لي ناس تانية، يرشحوا لي ناس تانية، ثم أقول للناس التانية رشحوا لي عملاء بنوك تانيين، وهكذا لحد ما أوصل لحجم العينة اللي أنا عاوزها. جميل. يبقى أنا ما عنديش أي أسلوب ووسيلة فعالة تانية أقدر من خلالها إن أنا أصل لمجتمع البحث، فبضطر إن أنا أعتمد على معارفي الشخصية. وبالتالي في الحالة دي أنا ببقى بعتمد على الحكم الشخصي للمفردات، هما بقى اللي هيختاروا اللي هما عارفينهم برضه. يعني أنا قلت للشخص رشح لي أشخاص، أنا مش بديله معيار يرشح لي بيهم الأشخاص، أنا بقوله اللي أنت تعرفهم قول لي عليهم، ما عنديش أي معيار للإيه؟ للاختيار. ففي حكم شخصي للمفردات في اختيار حجم العينة بتاعتي. جميل؟ جميل. طب على سبيل المثال في البحث التسويقي الخاص بقياس العملية التعليمية المدركة لطلاب السنة الرابعة شعبة إدارة الأعمال كلية التجارة جامعة القاهرة، ممكن إن أنا أوجه جميع البيانات إن هم يسحبوا عينة كرة الجليد كما يلي: يتم اختيار ال5 طلاب المعروفين لجميع البيانات، ويطلب من كل طالب أن يحدد 5 طلاب آخرين يمكن جمع البيانات منهم، ثم يتم الحصول على أسماء 5 طلاب آخرين من الطلاب الجدد الذين لم تم تحديدهم، وهكذا في صورة موجات متتابعة حتى الوصول إلى حجم العينة المطلوب وهو 800 طالب. جميل؟ مفهوم كده؟ جميل. خلاص احنا عرفنا أنواع العينات غير الاحتمالية، واللي هي 4 عينات، 4 أنواع عينات: العينة الميسرة، العينة الحكمية، عينة الحصص، عينة كرة الجليد. هناخد بعد كده عينات الاحتمالية. قلنا العينات الاحتمالية، هفكركم بس باللي احنا قلناه، بتعتمد على الاختيار العشوائي، اللي هي الأساليب الإحصائية اللي بتعتمد على الاختيار العشوائي وقواعد نظرية الاحتمالات عشان اختار وحدات المعاينة. وبالتالي كل وحدة معاينة بيبقى ليها نفس فرصة الظهور في العينة، وما بيكونش للبحث التسويقي أي تدخل في اختيار وحدات المعاينة. جميل؟ طيب العينات الاحتمالية زيها زي الاعتماد غير الاحتمالية، ليها 4 أنواع. ايه هم؟ العينة العشوائية البسيطة، وهتبقى زيها زي العينة الميسرة، والعينة المنتظمة، وهتبقى برضو شبه العينة الحكمية، والعينة الطبقية، وهتبقى شبه عينة الحصص وعينة المجموعات. واحد، العينة العشوائية البسيطة هي العينة التي يتم اختيارها بالتطبيق المباشر لأحد أساليب الاختيار العشوائي من كافة مفردات مجتمع البحث. إيه هي أساليب الاختيار العشوائي؟ زي أسلوب القصاصات، إن أنا أعمل ورق وأطبقه وأعمل قصاصات وأختار بينهم، أو عن طريق الأرقام العشوائية في برامج إحصائية بتحط فيها أرقام، الأرقام بتاعت الطلبة كلهم اللي هم 5000 طالب، وهو بيعمل عملية بروسيسنج معالجة ليهم ويطلع لي عدد معين من الأرقام، عددهم 800 رقم بعدد الطلبة اللي موجودين. هيختار عشوائيا 800 طالب، هو البرنامج اللي هيختاره بشكل عشوائي. جميل. طب انا امتى استخدم الاسلوب ده من العينات؟ لما يبقى فيه تجانس تام في المجتمع، دي اول شرط. تاني حاجة، لازم يبقى عندي اطار معين، يعني المجتمع البحث بتاعي لازم يبقى محدد. طيب دول شرطين صعبين جدا. ممكن يبقى عندي اطار معينة، بس صعب جدا يبقى فيه تجانس تام في وحدات المعينة.
فبالتالي لصعوبة وجود الشرطين دول فهي زيها زي العينة الميسرة، بتستخدم في إطار الأساليب التانية، بتيسر لي الأساليب التانية، إنما بتستخدمش لوحدها. جميل؟ طيب في حالة المثال بتاعنا بتاع قياس الدودة المدركة لطلاب فرقة السنة الرابعة إدارة الأعمال جامعة كلية التجارة جامعة القاهرة، هقول له كده جمع البيانات، هقول له كده يتم اختيار أي 800 طالب حالي من السنة الرابعة شعبة إدارة الأعمال كلية التجارة جامعة القاهرة باستخدام أحد أساليب الاختيار العشوائي للقصاصات أو الأرقام العشوائية من إطار المعاينة. لازم يبقى في إطار معاينة اللي هي الأسماء بتاعت الطلبة وعناوينهم وأرقام تليفوناتهم اللي تم الحصول عليها من شؤون الطلاب بالكلية. جميل؟ أنا هستخدم أي 800، هختار أي 800 طالب باستخدام أساليب الاختيار العشوائي من إطار المعاينة بتاعي. جميل؟ طيب النوع التاني العينة المنتظمة أو المرورية، يتم سحب هذه العينة بشكل عشوائي بس في حالة إيه؟ عدم وجود إطار معين. يبقى الشرط أو السبب اللي يخليني أعتمد على العينة المنتظمة إن أنا يبقى عندي مجتمع متجانس ولكن ما عنديش إطار معين، يبقى دي إيه؟ مختلفة عن العينة العشوائية البسيطة. العشوائية البسيطة قال لي مجتمع متجانس ويبقى عندي إطار معين، إنما العينة المنتظمة لازم مجتمع متجانس بس مش لازم يبقى عندي إطار معين. فساعتها هستخدم ما يسمى بمدى المعاينة. إيه مدى المعاينة ده؟ بجيبه إزاي؟ بجيبه عن طريق إن أنا أقسم حجم المجتمع اللي هو 5000 طالب على حجم العينة اللي هي 500 طالب، أو حجم المجتمع اللي هو 8000 طالب على حجم العينة اللي هو 800 طالب. يبقى مدى المعاينة هنا كام؟ 10. جميل؟ العشرة دول يعني هطلع 10 قصاصات، هعمل 10 قصاصات بحسب عدد مفردات المعاينة مساوي المدى المعين. 10 قصاصات ورق كده هحط فيهم أرقام لوحدات المعاينة وهختار منهم عشوائيا نقطة البداية اللي هبدأ بيها جمع البيانات. مثلا عملت قصاصات ورق 10 قصاصات ورق من 1 لـ10 وقعدت اختار بينهم طلع لي رقم 5، يبقى رقم 5 ده هو رقم الطالب، رقم 5 هو اللي هبدأ بيه جمع البيانات بتاعتي، ثم هبدأ بيه جمع البيانات وأضيف قيمة مدى المعينة اللي هو كان 10 باستمرار. فأنا خدت أول عينة كام؟ أول مفردة معينة كام؟ 5، رقم 5 الطالب رقم 5، ثم هزود رقم المعينة، رقم مدى المعينة اللي هو كام؟ كان 10، يبقى تاني وحدة معينة عندي هتبقى كام؟ الطالب رقم 15، ثم اللي بعديها يبقى رقم كام؟ 25، اللي بعديها يبقى كام؟ 35، لحد ما اوصل لـ800 طالب بتوعي. جميل؟ جميل. يبقى الأول بعمل مدى معينة بوصل له عن طريق إن أنا أقسم حجم المجتمع على حجم العينة، ثم رقم 2 بعمل عدد قصاصات بالعدد ده اللي هم 10 اللي هما مدى المعينة، واختار منهم عشوائيا نقطة البداية بتاعتي. الرقم اللي هيطلع معايا هيبقى هو نقطة البداية اللي هبدأ بيها جمع البيانات، واختار بقى هرقم بقى الطلبة عن طريق برنامج، او مثلا يبقوا قاعد هشوف المكان اللي هما هيبقوا موجودين فيه وارقمهم، او في قاعة المحاضرات مثلا ودي للكراسي ارقام والطالب اللي قاعد على رقم 5 هو ده اللي اخده، وهكذا اشوف الطريقة اللي اقدر ارقم بيها الطلاب واخد منها الاعداد بتاعتي. تمام؟ تمام. ويستخدم هذا النوع زي ما قلت من شوية مع حالة تجانس مجتمع البحث في حالة العينة العشوائية البسيطة مع عدم توافر اطار معين. طيب انا ما عنديش اطار معين، يبقى انا هستخدم ايه؟ زي ما احنا قلنا قبل كده في مجتمع البحث غير المحدد هستخدم دليل معينة. هدي لجامع البيانات إرشادات هتعرفوا على الطلبة اللي أنا عاوزهم. جميل؟ أو رواد المعارض اللي أنا عاوزهم أو دور السينما وهكذا. يعني المفردات المعينة أو وحدات المعينة
اللي أنا محتاجها هدي إرشادات لجمع البيانات عشان يقدر إن هو يجمع العينة بتاعتي. جميل؟ جميل. طب ندي مثال عشان تضغطوا معايا طبعا من شوية. في حالة المثال المطبق، احنا عندنا مجموع مجتمع البحث بتاعي 5000 طالب، والعينة اللي احنا حددناها وفقا للمعادلة اللي انا قلتلكم مش عليكم، طلع لي ان انا المفروض استقصي 800 طالب في العينة بتاعتي. عشان اطلع مدى المعاينة هقول 5000 طالب اللي انا اقدر اوصل لهم عن طريق ان في حفلة، هروح الحفلة دي عشان اقدر ان انا اجيب 800 طالب بتوعي. هقوم اقسم 5000 على 800، هيطلع لي مدى معاينة بالتقريب كده، الاصغر رقم صحيح يساوي 6. هعمل 6 قصاصات، 6 قصاصات ورق، واختار منهم عشوائيا رقم 1. الرقم ده هيطلع لي كام؟ مثلا 3. فتلاتة ده هيبقى نقطة بداية لجمع البيانات، ثم هبدأ بجمع البيانات من الطالب رقم 3، سواء بقى رقم المقعد بتاعه في الحفلة أو التذكرة أو ترتيب دخوله في القاعة. هنشوف الطريقة اللي هنستخدمها عشان نرقم الطلاب. طب لو أنا بستقصي مثلا عملاء في سوبر ماركت، هقول مثلا هقف على الباب بتاع السوبر ماركت وعد رقم 1 ده مش عايزه، رقم 2 مش عايزه، هو رقم 3 اللي هيدخل ده هو ده اللي أنا هسأله. طيب خلاص دي البداية، هضيف بقى مدى المعاينة. مدى المعاينة هنا كان كام؟ كان 6، فهضيف 6 زائد 2 زائد 3، يبقى تاني مفردة عندي اللي هي رقم 9. فهبرضو لو عملاء السوبر ماركت هسيب رقم 4 وهسيب رقم 5 وهسيب رقم 6 وهسيب رقم 7 وهسيب رقم 8 اللي داخلين السوبر ماركت، وهاخد رقم 9. يبقى أنا كده همشي بشكل متتالي، هاخد بقى نقطة البداية رقم 3، بعد كده رقم 9، بعد كده هزود 6 كمان يبقى 15، هزود 6 كمان يبقى 21، هزود 6 كمان يبقى 27، وهكذا لحد ما اوصل ل 800 طالب. طيب هلاحظ ايه هنا؟ هلاحظ ان الهدف من هذا الإجراء التأكد من عشوائية العينة. انا باخد العينة بشكل عشوائي نتيجة عدم توافر ايه؟ او من خلال عدم توافر ايه؟ عدم توافر تدخل الحكم الشخصي للباحث او جمع البيانات. انا مش بختار حاجة، انا مدى معينة هو اللي حدد لي الاشخاص اللي انا باخدهم في اي مرحلة من مراحل سحب العينة المنتظمة. يبقى انا ما بتدخلش خالص في تحديد مفردات المعينة، اللي بيتحدد فيها اللي بيحدد المفردات بتاعتي هو مدى المعينة. جميل؟ جميل. ناخد النوع اللي بعد كده، النوع الثالث من انواع العينات الاحتماليه، هو العينه الطبقيه. طيب برضو زي عينه الحصص، هي اكثر انواع العينات الاحتماليه استخداما لكونها مثل عينه الحصص. جميل. بنستخدمها امتى؟ في حاله عدم تجانس مجتمع البحث، ولكن لازم يبقى في اطار معين. يبقى ايه الفرق بقى بين ده وبين بقية أنواع العينات؟ العينة العشوائية البسيطة لازم المجتمع يبقى متجانس بشكل تام، ولازم يبقى فيه إطار معينة. طيب نوع العينة التاني اللي هو العينة المنتظمة أو المرورية، لازم يبقى عندي مجتمع متجانس، ولكن بستخدمها في حالة عدم وجود إطار معين. العينة الطبقية لازم يبقى عندي إطار معينة بس مجتمع مش لازم يكون متجانس، يبقى عدم تجانس المجتمع. وبتقوم فكرة هذا النوع من العينات على توافر التركيب النسبي لمجتمع البحث زي ما شرحناها من شوية في عينة الحصص في عينة البحث، ولكن من خلال سحب العينة بشكل عشوائي وليس بشكل ميسر. يبقى فرقها عن عينة الحصص ان هنا بسحب العينة بشكل عشوائي وليس بشكل ميسر، طبقا للعوامل الديموغرافية اللي هي النوع والسن والتخصص وهكذا. جميل. طيب النوع الرابع من العينات الاحتمالية هو عينة المجموعات، وهي حالة خاصة من العينات العشوائية، واللي بتحدث لما بيكون مجتمع البحث قابل
للتقسيم إلى مجموعات تعكس جميع خصائص المجتمع البحثي. يعني لو أنا عندي مجتمع البحث أقدر إن أنا أقسمه لعدة مجموعات، كل مجموعة فيهم متشابهة مع باقي المجموعات، أقدر إن أنا أعتمد على هذا الأسلوب من العينات. وبالتالي فأي مجموعة منهم يمكن أن تمثل مجتمع البحث تمثيل كامل دون الحاجة إلى باقي المجموعات. طالما هي شبههم يبقى ممكن أستخدم مجموعة واحدة وتعبر عن باقي المجموعات. ده زي إيه؟ زي العينة المساحية أو العينة الجغرافية. يعني أنا عارف إن مصر متقسمة لمناطق جغرافية، لو أنا متأكد إن المناطق الجغرافية دي شبه بعض في كل الخصائص أقدر إن أنا أخد منطقة واحدة تعبر عن باقي المناطق. جميل؟ فساعتها أقدر أعتمد على عينة المجموعات. زي أخذ أحد الشوارع، أحد الشوارع كممثل لحي معين أو دولة ممثلة لإقليم معين، أو أخذ قرية معينة كممثلة لمحافظة معينة لظواهر التسويقية معينة يكون فيها تجانس بين تلك الوحدات الجغرافية، على أن يتم اختيار المجموعة الممثلة لمجتمع البحث بشكل إيه؟ عشوائي، لأن إحنا في العينات الإيه؟ الاحتمالية. جميل، إحنا كده خلصنا الفصل ده. بيتكلم عن إيه؟ تاني مرة تانية قلنا خدنا في الأول إيه هي وحدات المعاينة وإيه هي مجتمعات البحث، وعرفنا معنى كل واحدة فيهم. بعد كده عرفنا إن في أنواع لمجتمعات البحث، في مجتمع بحث محدد ومجتمع بحث غير محدد، وكل نوع منهم بنعتمد فيه على أسلوب جمع بيانات معين. ففي المجتمع المحدد بنعتمد على إطار معينة، وفي المجتمع غير المحدد بنعتمد على إرشادات بس لجمع البيانات في صورة ما يسمى بدليل المعينة. وبعد كده خدنا خطة العينات، ان انا خدنا الاول الفرق بين الحصر الشامل وبين العينات، امتى استخدم الحصر الشامل وامتى اعتمد على اسلوب العينات. قلت لو انا اعتمدت على اسلوب العينات ده بيبقى وفقا لمعايير معينة ومبادئ معينة، ثم بعد ما اعتمد على اسلوب العينات عندي خطة للمعينة. الخطة دي بتعتمد على اني بشوف انا بحدد العينة وفقا للمعادلة ازاي، وبحددها وفقا للاساليب الاحصائية قد ايه، ووفقا لعدم تجانس المجتمع كمان. ثم عرفنا ان في انواع للعينات، في عينات احتمالية وتندرج تحتيها اربع انواع، وفي عينات غير احتمالية وبرضو بيندرج تحتيها اربع انواع. وبكده يكون الفصل انتهى. هندخل على الاسئلة الخاصة الفصل. واحنا عارفين ان في نوعين من الاسئلة زي ما احنا معتادين، اسئلة صح وخطأ واسئلة اختيارات من متعدد. هناخد اول نوع من الاسئلة. رقم واحد، ضع علامة صح او خطأ. هناخد سؤال رقم واحد فيه. واحد، اذا حدث خطأ في تحديد وحدة المعينة قد يؤدي ذلك إلى هدم البحث التسويقي. الإجابة صحيحة، لأن احنا قلنا لو احنا حددنا وحدة المعينة بشكل خاطئ يبقى أنا كده أصلا هوصل للمعلومة بشكل خاطئ وبشكل غير دقيق، ويبقى في تحيز في المعلومة والمعلومة هتبقى مش دقيقة عندي، وبرضو هبقى بوصل لمعلومات مش أصيلة، مش من المفردات اللي عارفة المعلومة الأصيلة للمجتمع. فبالتالي هبقى بهدم البحث التسويقي بتاعي لو انا اعتمدت على وحدات معينة ايه؟ خاطئة. يبقى الاجابة زي ما انتم عارفين الاجابة صحيحة. رقم اتنين هي عكس رقم واحد، فهناخد بعدها رقم تلاتة. وحدة المعينة هي الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتوافر لديه اي معلومات عن الظواهر التسويقية. الاجابة طبعا خاطئة. ليه؟ لان احنا قلنا وحدة المعينة هي الشخص الطبيعي او المعنوي اللي بيتعرض بشكل مباشر للظاهرة التسويقية محل البحث، فبالتالي الاجابة هتكون خاطئة. وسؤال رقم اربعة هو عكس السؤال رقم ثلاثة. رقم خمسة، لا توجد اهمية لوجود اطار لمجتمع البحث. طبعا الاجابة خاطئة، لان احنا لازم يبقى عندنا
مجتمع البحث بتاعنا عشان نحدد نقدر ان احنا نوصل للبيانات بشكل دقيق. يبقى الإجابة خاطئة، في أهمية طبعا لوجود إطار. رقم 6، يمكن تقسيم مجتمع البحث إلى مجتمعات بحثية محددة ومجتمعات بحثية غير محددة. الإجابة صحيحة، لأن احنا قلنا إن في أنواع لمجتمع البحث، مجتمع بحث محدد واللي بيبقى يشمل إطار معينة في كافة البيانات والمعلومات عن أفراد معينة، أفراد المعينة أو وحدات المعينة، ومجتمع البحث غير المحدد واللي بيكون معنديش مقدرش أوصل للبيانات بشكل كامل، أو أقدر أوصل لجزء منها بس، أو أقدر أوصل موجودة البيانات بشكل كامل ولكن أنا كباحث مقدرش إن أنا أطلع عليها وفقا للاعتبارات السرية البيانات. تالي الإجابة إيه؟ صحيحة. رقم 7، تتمثل المجتمعات البحثية المحددة في عملاء أحد ماركات الأجهزة المنزلية. الإجابة طبعا خاطئة، لأن احنا قلنا عملاء أحد ماركات الأجهزة المنزلية دي تعتبر من مجتمعات البحثية غير المحددة. رقم 8، عملاء أحد الماركات يمثل مجتمع بحثي غير محدد، بينما عملاء شركات الاتصالات يعتبر مجتمع بحثي محدد. الإجابة صحيحة، لأن احنا قلنا إن عملاء أحد الماركات دي حاجة من الصعب إن احنا نعرفها، من الصعب إن احنا نحصل على بيانات كاملة ليها، وبالتالي تعتبر مجتمع بحث غير محدد، إنما عملاء شركة الاتصالات نقدر إن احنا نوصل لبيانات محدثة عن كافة العملاء وأرقامهم وعناوينهم من شركات الاتصالات، وبالتالي ده يعتبر مجتمع بحثي محدد. الإجابة هتبقى صح. رقم 9، يتم استخدام إطار المعينة في تحديد حجم العينة للمجتمعات البحثية غير المحددة. احنا قلنا لما يبقى عندي مجتمع بحث غير محدد بعتمد على ايه؟ على دليل معينة. هو هنا بيقول لي إطار معينة، يبقى الإجابة طبعا ايه؟ خاطئة. والسؤال اللي بعده عكس السؤال رقم 9. سؤال رقم 11، المجتمعات البحثية غير المحددة هي مجتمعات لا يمكن حصر جميع الوحدات المنتمية إليها. الإجابة طبعا صحيحة، لأن احنا قلنا المجتمعات البحثية غير المحددة هي المجتمعات اللي أنا مقدرش أوصل لكافة البيانات بتاعتها، وبالتالي ما مقدرش إن أنا أحصر جميع وحدات المعينة المنتمية ليها، يبقى الإجابة طبعا صحيحة. السؤال رقم 12 عكس سؤال رقم 11. سؤال رقم 13، عملاء شركات الاتصالات تعتبر من المجتمعات البحثية المحددة. طبعا السؤال ده زي السؤال اللي احنا قلناه قبل كده، فبالتالي الإجابة طبعا إجابة صحيحة. سؤال رقم 14، يفضل استخدام الحصر الشامل مع المجتمعات الكبيرة والمنتشرة جغرافيا. الإجابة طبعا خاطئة، لأن احنا قلنا امتى بستخدم الحصر الشامل؟ لما بيبقى المجتمع عندي صغير الحجم وغير منتشر جغرافيا ولا صناعيا، بالتالي لما يقول لي هنا مجتمع كبير ومنتشر جغرافيا يبقى طبعا مش بستخدم الحصر الشامل، انا بستخدم اسلوب العينات، يبقى الإجابة خاطئة. سؤال رقم 15 عكس سؤال رقم 14. عذرا. سؤال 16، العينات ليست البديل الأفضل للحصر الشامل خاصة في المجتمعات كبيرة الحجم. طبعا الإجابة غلط. ليه؟ لأن احنا قلنا إن العينات لما بيبقى عندي مجتمع كبير الحجم ومنتشر جغرافيا هي البديل الأفضل، لأن هي هتوفر لي في الوقت والمجهود واعتبارات الميزانية اللي حاططها الباحث للبحث بتاعه، وكمان هتوفر لي دقة كبيرة زيها زي الحصر الشامل لو أنا اعتمدت على أساليب إحصائية معينة بتوصلني لدرجة دقة ودرجة ثقة بتصل لأكتر من 99%. جميل؟ يبقى الإجابة إيه؟ خاطئة. رقم 17، لا يجب أن يؤثر كل من الوقت المتاح والميزانية على تحديد حجم العينة. طبعا الإجابة غلط. ليه؟ لأن احنا قلنا إن في مبادئ بتحكمنا في تحديد حجم العينة، منها المعادلة
ومنها الأساليب الإحصائية اللي هتعتمد عليها، ومنها المجتمع متجانس ولا غير متجانس، وبالتالي وفقا ان هو متجانس او غير متجانس انا كده هعتمد على فئات معينة او مجموعات فرعية، وبالتالي انا لازم ازود حجم المعينة بشكل العينة بشكل معين. وكمان بركز في اعتباراتي الوقت والمتاح ليا والميزانية المتاحة ليا وفقا للاثنين دول بحدد برضو حجم العينة، عشان كده الاجابة خاطئة. رقم 18 شبه رقم 17 فهنسيبها، هي برضو الإجابة موجودة عندكم. رقم 19، بالرغم من تطور أساليب اختيار العينات والأساليب الإحصائية إلا أن دقة نتائج أسلوب العينات ما زالت ضعيفة جدا. طبعا أنا لسه مجاوبة تقريبا على السؤال ده، إجابة خاطئة. نحن قلنا أن في أساليب إحصائية متطورة بتؤدي لنتائج ذات ثقة ودقة تصل ل 99%، فبالتالي طبعا الإجابة ايه؟ خاطئة، لأن أسلوب العينات ممكن يطلع لي نتائج دقيقة جدا. رقم 20 برضو شبه رقم 19 فهنسيبها. 21، وجود تباين في مهارات ومعارف جميع البيانات لا يؤثر على دقة عملية جمع البيانات. طبعا الإجابة خاطئة، لأن طبعا وجود تباين في مهارات ومعارف جميع البيانات بتؤثر بشكل كبير على دقة جمع البيانات. 22، وجود تباين في مهارات ومعارف جميع البيانات يؤثر على دقة عملية جمع البيانات زي ما قلنا في رقم 21، يبقى الإجابة طبعا ايه؟ صحيحة، ان هو بيؤثر على دقة البيانات، دقة جمع البيانات أصلا. رقم 23، كلما زاد تباين أو تشتت في الظاهرة التسويقية كلما زاد حجم العينة. أنا كل ما زاد التباين والتشتت في الظاهرة كل ما بزود في حجم العينة، احنا طبعا قلنا الكلام ده، فبالتالي الإجابة ايه؟ صحيحة. رقم 24 شبه رقم 23 فهنسيبها. رقم 25، لا تؤثر درجة الدقة المطلوبة في النتائج على تحديد حجم العينة. إجابة خاطئة، إن احنا قلنا طبعا كل ما بحتاج لدقة أكبر كل ما بزود في حجم العينة بتاعتي. رقم 26 شبه 25 وبالتالي هنسيبها. رقم 27، عدم تجانس مجتمع البحث يؤدي إلى وجود عينات فرعية في عينة مجتمع البحث. دي إجابة صحيحة، لأن احنا قلنا لما بيبقى المجتمع غير متجانس فأنا بالتالي ملزم إن أنا أقسم المجتمع بنسب حسب الوزن النسبي في هذه الخصائص في مجتمع البحث، لازم برضو أقسم العينة بتاعتي لنفس الوزن النسبي ده لنفس الخصائص في العينة، يبقى الإجابة صحيحة، لأن عدم التجانس هيخليني أعمل عينات فرعية في عينة مجتمع البحث. 28، بعض الأساليب الإحصائية تحتاج عدد معين من وحدات المعينة مما يؤثر على حجم العينة. طبعا الإجابة صحيحة، احنا قلنا أن الأساليب الإحصائية بتشترط اشتراطات على حجم العينة، أن حجم العينة ما يقلش عن عدد معين علشان تقدر أن هي تطلع لي التأكيد بالدقة المطلوبة. طبعا الإجابة صحيحة. 29، تعتبر العينات غير الاحتمالية هي أفضل أساليب المعينة. طبعا الإجابة خاطئة، إن احنا قلنا إن احنا عندنا نوعين من العينات، عينات احتمالية ليها ظروف معينة بستخدمها فيها، والعينات غير الاحتمالية برضو ليها ظروف معينة بستخدمها فيها، وبالتالي هي مش أفضل أساليب المعينة ولا حاجة. رقم 30، تستخدم العينات الاحتمالية في تقدير الظواهر التسويقية الجديدة. الإجابة طبعا خاطئة، لأن احنا قلنا العينات الاحتمالية بتعتمد على توافر إطار معينة، أغلبها يعني بيعتمد على توافر إطار معينة، إلا طبعا العينة المنتظمة بس هي اللي مبتشترطش وجود إطار معينة. فبالتالي أنا بحتاج
ان انا يبقى عندي الظواهر التقليديه موجوده بالفعل من قبل كده ويبقى موجود بيانات كتير عنها من قبل كده علشان اقدر ان انا اقوم بالعينه الاحتماليه. وبالتالي لما يقول لي تقدير ظواهر تسويقيه جديده تبقى الاجابه ايه؟ خاطئه. رقم 31 شبه رقم 30 فهنسيبها. رقم 32 العينة الميسرة أحد أنواع العينات الاحتمالية، إجابة طبعا خاطئة لأن احنا قلنا العينات الاحتمالية تندرج منها أربع أنواع من العينات، هي العينة العشوائية البسيطة والعينة المنتظمة أو المرورية والعينة الطبقية وعينة المجموعات. طيب رقم 33 تعتبر العينة الميسرة أحد أنواع العينات غير الاحتمالية، الإجابة صحيحة لأن هي عكس السؤال اللي قبلها. رقم 34 تتسم العينة الميسرة بانخفاض التكلفة، طبعا الإجابة صحيحة، احنا قلنا العينة الميسرة بتتبع إجراءات معينة تيسيرا للباحث، يعني تقريبا بقول للباحث الوحده المعينه اللي تلاقيها في وشك استقصي منها واسالها الاسئله اللي انت عايزها، وبالتالي هي طبعا ميسره بالنسبه للباحث فطبعا منخفضه التكلفه فالاجابه صحيحه. رقم 35 تناسب العينه الميسره وحدات المعاينه غير المتجانسه، الاجابه خاطئه لان احنا قلنا العينه الميسره تكون وحدات المعاينه عندي متجانسة أو من اشتراطاتها إن وحدات المعينة تكون متجانسة. رقم 37 لأن 36 شبه 35 تستخدم العينة الحكمية إذا كان هناك مجموعة أو أكثر من مفردات المجتمع تحتل أهمية خاصة بالنسبة للظاهرة التسويقية، طبعا الإجابة صحيحة، احنا قلنا العينة التحكمية استخدمها لما بيبقى عندي مجموعة من الأفراد داخل وحدات المعينة ذو أهمية خاصة بالنسبة للباحث التسويقي أو بالنسبة لأهداف البحث بتاعتي فبستثنيهم وبختارهم بشكل حكم شخصي للباحث علشان الأهمية بتاعتهم بالنسبة للظاهرة بتاعتي، الإجابة صحيحة. رقم 38 تعتبر العينة الحكمية أحد أنواع العينات الاحتمالية، الإجابة خاطئة لأن العينة الحكمية دي أحد أنواع العينات غير الاحتمالية. 39 عينة الحصص أكثر أنواع العينات غير الاحتمالية استخداما، طبعا الإجابة صحيحة، احنا قلنا إن هي من أكثر أنواع العينات غير الاحتمالية استخداما وكمان من أكثر أنواع العينات بشكل عام الاحتمالية وغير الاحتمالية استخداما. رقم 40 تستخدم عينة كرة الجليد عندما لا يكون الباحث وسيلة فعالة للوصول إلى مجتمع البحث فيستخدم معارفه الشخصية، الإجابة صحيحة لأن احنا قلنا إن عينة كرة الجليد معناها إن أنا ما عنديش أي وسيلة أعرف بيها أوصل لوحدات المعينة بتوع المتعرضين للظاهرة التسويقية، فبالتالي بعتمد على معارفي الشخصيين، بعتمد على مثلا خمسة وأقول لهم رشحوا لي خمسة تانيين ثم الخمسة التانيين يرشحوا لي خمسة غيرهم وهكذا حتى أصل إلى حجم العينة المراد الوصول إليه، يبقى الإجابة صحيحة. رقم 41 العينة العشوائية البسيطة يقصد بها تجميع البيانات من وحدات المعينة الميسرة للباحث، طبعا الإجابة خاطئة، ليه؟ لأن احنا بنجمع البيانات وفقا لأساليب الايه الاختيار العشوائي، مش احنا قلنا كده بنستخدم أساليب الاختيار العشوائي في عينة العينة العشوائية البسيطة علشان نختار مجتمع عينة البحث بتاعتي، انما اللي هو بيقوله ده اللي هي تجميع البيانات من وحدات المعينة الميسرة للباحث ده هي العينة الميسرة، الإجابة تعتبر خاطئة. رقم 42 تعتبر العينة العشوائية البسيطة أحد أنواع
العينات الاحتمالية، طبعا الإجابة صحيحة. 43، تعد كل من العينة الطبقية والعينة التحكمية من أنواع العينات الاحتمالية، طبعا الإجابة خاطئة، لأن العينة الطبقية من العينات الاحتمالية تمام، إنما العينة التحكمية من العينات غير الاحتمالية، الإجابة خاطئة. رقم 44، يجب توافر إطار للمعينة حتى يمكن استخدام العينة المنتظمة. احنا قلنا العينة المنتظمة فيها شرطين، هما أول شرط إن يكون إيه المجتمع متجانس، ولكن لا تشترط وجود إطار معين، يبقى الإجابة طبعا إيه خاطئة. رقم 45، العينة المنتظمة والعينة الميسرة من أنواع العينات غير الاحتمالية، الإجابة خاطئة، لأن العينة المنتظمة عينة احتمالية. رقم 46، تستخدم العينة الطبقية في مجتمع البحث المتجانس، طبعا الإجابة خاطئة، لأن العينة الطبقية والخصوصية الاثنين بيشترطوا إن المجتمع مش بيشترطوا، يعني مختصين بمجتمعات البحث غير المتجانسة، وبالتالي وفقا لعدم التجانس ده بنقسم العينة لمجموعات فرعية، والمجموعات الفرعية دي لازم يتوفر فيها نفس الخصائص اللي مكتوبة اللي موجودة في المجتمع، ونفس وزن النسبي بتاع الخصائص دي داخل المجتمع. كده احنا خلصنا أسئلة صح وغلط. ندخل على أسئلة اختيار المتعدد، النوع الثاني من الأسئلة. رقم 1، يمكن اعتبار نقط من المجتمعات البحثية المحددة: ألف عملاء شركة الاتصالات، ب طلاب كلية التجارة، ج أعضاء نقابة الأطباء، د كل ما سبق. طبعا الإجابة كل ما سبق، احنا قلنا عملاء شركة الاتصالات أقدر أوصل لإطار معينة، وطلاب كلية التجارة برضو أقدر أوصل لإطار معينة من شؤون الطلبة، وأعضاء نقابة الأطباء أقدر أروح نقابة الأطباء وأطلع على البيانات الخاصة بالأعضاء بها الخاصة بها، وبالتالي الإجابة كل ما سبق. رقم 2، يتأثر حجم العينة ب ألف الزمن المتاح، ب أساليب الإحصائية، ج الميزانية، د درجة الدقة المطلوبة، ه كل ما سبق. طبعا الإجابة كل ما سبق، لأن احنا بنعتمد على كل الحاجات دي في تحديد حجم العينة. رقم 3، تتمثل أنواع العينات غير الاحتمالية في ألف عشوائية بسيطة، ب منتظمة، ج طبقية، د كل ما سبق، ه لا شيء مما سبق. طبعا أنواع العينات غير الاحتمالية مش دول، عينات غير احتمالية تتمثل في العينة الميسرة، العينة الحجمية، وعينة الحصص، وعينة المجموعات. رقم 4، من أنواع العينات الاحتمالية أنواع العينات غير الاحتمالية الميسرة والحكمية والحصص لكرة الجليد. رقم 4، من أنواع العينات الاحتمالية: ألف العينة الميسرة، ب عينة حكمية، ج عينة الحصص، د عينة مجموعات، ه كل ما سبق. طبعا كل اللي موجودين دول عينات غير احتمالية ما عدا عينة المجموعات، هي العينة الاحتمالية، فبالتالي هي الإجابة رقم د. 5، أكثر أنواع العينات استخداما. ها احنا قلنا ايه أكثر أنواع العينات استخداما بشكل عام؟ عينة الحصص. رقم 6، تستخدم في حالة المجتمعات غير المتجانسة. ها العينة الايه؟ الطبقية. رقم 7، تستخدم في حالة المجتمعات المتجانسة عينة الحصص، طبعا دي لأ، عينة عشوائية بسيطة بالظبط كده، عينة ميسرة بالظبط كده، د كل ما سبق، لأ، ه ب و ج فقط، يبقى هي دي الإجابة اللي هي عينة العشوائية البسيطة والعينة الميسرة، يبقى الإجابة هتبقى رقم ه. كده نكون خلصنا الأسئلة كلها بتاعت الفصل ده، وأتمنى تكونوا فهمتوا الفصل بشكل كويس، وجزاكم الله خيرا لحسن استماعكم، وبالتوفيق إن شاء الله في
الفصل الخامس إن شاء الله سنتناوله مع بعض قريبا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.